وطبعا لهذا الشان ينضم الينا من لندن المحلل الامني في المركز الاوروبي العربي لدراسه مكافحه الارهاب الاستاذ مجاهد الصميدعي. اهلا بك استاذ مجاهد على شاشه اليوم. اذا الاشكاليه تعود مجددا الى الواجهه وتطرحها الامم المتحده فيما يتعلق بوجود ما يقرب من 27,000 ارهابي اجنبي في كل من سوريا والعراق. الاضاءه على هذه المشكله بين حين واخر لا تلغيها ولا تحلها، اذا هل من حلول تتوفر في يد الامم المتحده؟ باعتقادي تواجد في الاول، مساء الخير، صباح الخير ومساء الخير على جميع المشاهدين وعلى حضرتك سيدتي. اعتقد داعش اين او التنظيمات الارهابيه اينما وجدوا بيئه مناسبه فانهم سيعيشون عليها. تاثر داعش بمقتل البغدادي هو كان تحت جميع المحللين اكدوا انهم سيتاثرون وقتيا، ولكن التنظيم سيعيد نفسه خاصة عندما يجد الظروف المناسبة. والآن في هذا الوقت الظروف مناسبة جدا لداعش لكي يعيد تنظيم صفوفه من جديد. انسحاب القوات من بادية الشام إلى إدلب ترك مساحة، ترك فراغ كبير لداعش لكي يتحرك خلالها. الاضطرابات السياسية أيضا على الحدود العراقية السورية نتيجة لقصف القوات الأمريكية للمعسكرات الحشد في العراق، اضطرابات سياسية في العراق، كل هذه العوامل ساعدت أو أعطت داعش جرعة إنقاذ لكي يعيد تنظيم صفوفه ويعيد العمل مرة ثانية. كما تعلمين أن داعش هو فكر، هو ليس بتنظيم سياسي أو حزبي ولكن فكر إرهابي يعتمد هذا الفكر. الخطورة أستاذ مجاهد، يعني يبدو بأن هذا الملف وإشكاليته التي لا زالت عالقة رغم تزايد أو تعزز الظروف المواتية لعودة التنظيم الإرهابي داعش من جديد، يبدو بأن إرجاء هذا الملف متعمد من قبل القوى الإقليمية أو الدولية حتى. القوى الإقليمية تستغل هذا الملف لكي تضغط على الدول، على العراق وعلى سوريا لتحقيق مصالح خاصة أو مصالح إقليمية. ولهذا عندما تمر المنطقة بأزمة سياسية تشاهدين التنظيمات الإرهابية تعود من جديد، ولكن عندما تستقر الأمور سياسيا في هذه البلدان فإن القوات الأمنية تستطيع المسك بزمام المبادرة والسيطرة على هذه الأماكن. كما تعلمين السياسة والأمن هم متعلقان مع بعض. المشاكل الداخلية لها تأثير كبير، المشاكل الإقليمية لها تأثير كبير جدا، مصالح الدول في العراق وفي سوريا لها تأثير كبير أيضا. جميع هذه العوامل هي من تساعد أن يبقى داعش على الأرض. وفيما يتعلق بالمحاولات لإيجاد حل لهذه المعضلة، قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا كانت قد طرحت أو قررت إنشاء محكمة لمحاسبة هؤلاء، كيف سيؤثر هذا القرار من قبلها على سيرورة هذا الملف أو حله في نهاية المطاف؟ بالتأكيد إنشاء محاكم لمحاكمة هذه العناصر الإرهابية هو مهم جدا، خصوصا أن قسد هي لديها الكثير، أعداد كبيرة جدا من داعش، ولكن هذه المحكمة تحتاج إلى اعتراف دولي لكي تأخذ الأحكام حالة شرعية دولية. يعني عند إيجاد محكمة دولية أو محكمة مشرف عليها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو أي جهة دولية أخرى، إذن المحكمة يكون لها شرعية دولية وبالتالي الأحكام لها نفاذية دولية. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر المحلل الأمني في المركز الأوروبي العربي لدراسة مكافحة الإرهاب، هذا ما سمح به الوقت. عذرا مجاهد الصميدة، حدثنا مباشرة من لندن.